السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك. رجعت لكم اليوم في مراجعة للعبة ديث لوب، اللعبة اللي حيرتني في مستواها وعيشتني لحظات غريبة وصعبة وسهلة بنفس الوقت. لعبة بتجربة استثنائية وتقدم شيء جديد لكثير من اللاعبين، لكن هل أنصح فيها؟ هل فيها مميزات؟ هل فيها عيوب؟ خلونا الحين نشوف هذه المراجعة وإن شاء الله تعجبكم، والأهم تستفيدون منها. ولا تقصرون بالدعم باللايك والنشر، وتشاركوني رأيكم في التعليقات. نبدأ الحين ونشوف ديث لوب مع بعض. لعبة ديث لوب تجربة أكشن مغامرات منظور أول. اللعبة ممكن تشوفها ببساطة أنها بس شوتر وخلاص، لكن اللعبة من أغرب الألعاب اللي حتى المطور يحاول يشرحها، والعروض صعب أنك تفهم فكرتها من مجرد عروض هذه الأشياء، فهذا اللي ميزها. المهم أن تجربتها بتكون فردية سينجل بلاير، لكن فيها أونلاين، وبشرح لكم شلون في المقطع. المهم إصدار اللعبة بكرة إن شاء الله في 14 سبتمبر، وهي حصرية على البلاي ستيشن 5 والبي سي، وإن شاء الله في المستقبل توفر على منصات ثانية، لكن ننتظر ونشوف. اللعبة تقدم لغة عربية في الترجمة، والقوائم كل شيء في القوائم مترجم باللغة العربية. بالنسبة للأحداث والقصة وإن شاء الله بدون حرق، لكن لازم أقول لكم فكرتها العامة على الأقل. الأحداث بسيطة مبدئيا في اللعبة. راح تلعب بدور شخصية اللي هو أساسن أو محقق، واسمه كولت. يصحى فجأة ويلقى نفسه على الشاطئ ولا يتذكر أي شيء، لكن كل ما يتقدم تصير له أحداث ويتكلم مع شخصية البنت جوليانا اللي شفتوا طبعا صورها في العروض أيضا في الكفر. بالإضافة في وقت التقدم راح يشوف بعض العبارات اللي مكتوبة مثل ما تشوفونها بالعربي، ويبدأ يسترجع ذكرياته وكأنه كان موجود في هذا المكان ويعرف شو اللي يحصل. ومجرد دقائق بسيطة في اللعبة راح يفهم كولت إنه عالق في حلقة أو لوب ويتكرر عليه، وتزيد هني الأمور إثارة وحماس سواء للشخصية أو حتى لك أنت كلاعب. راح تنسجم في القصة وتبدأ في اللوب وتفهم اللعبة أكثر. وبالنسبة للأحداث راح تكون في جزيرة اسمها بلاك ريف، تجمع علماء مجانين وفنانين، وكلهم تقريبا بينهم علاقات ويعرفون بعض. وهذول الشخصيات المتجمعين في هذه الجزيرة هم أعدائك، ولازم تقتلهم كلهم، وكل واحد منهم له قصة وله أسراره، ومحاصر في موانع معينة سواء جنود أو اختراعاته أو ابتكاراته، والبعض منهم راح يحمي نفسه عن طريق الغموض. المهم لازم تقضي عليهم كلهم في يوم واحد فقط في اللعبة، وإذا خسرت راح تعيد اللوب ويرجع لك اليوم اللي داخل اللعبة من جديد. واللي عجبني في هذه الشخصيات إنهم كلهم بينهم ترابط وعلاقات ممكن تتسبب في نهايتهم على يدك. عموما بالنسبة لقصة ديث لوب بشكل عام، أشوف إنها حلوة وغريبة، وعجبني فيها موضوع الترابط، كأنك تشوف فيلم وتشوف حدث أو شخصية غير مهمة أو حدث غير مهم، وبعدين يكون له تويست وشيء مهم فعلا في القصة. وأحيانا تشوف بعض الأشياء البسيطة في أحداث اللعبة ولا تهتم لها، لكن لها شيء مهم جدا. لكن بشكل عام لا تتوقع إخراج أسطوري وسينماتكس وهذه الأشياء في قصة ديث لوب. راح تكون عبارة عن قصص كأنها كوميكس أو مصورة، بالإضافة لحوارات. وبالنسبة للحوارات هي من أهم الأشياء الرائعة اللي عجبتني في القصة، خصوصا اللي تصير بين كولت وجوليانا، عبارة عن دبل كاريزما ما بينهم، وتستمتع في كلامهم وعنادهم لبعض طول القصة. جدير بالذكر ان اللعبة فيها لغة عربية بشكل ممتاز، وكل شيء واضح وراح تفهم الاحداث من حولك سواء اذا كنت تقرأ الاشياء او حتى الحوارات المترجمة، فهذا الشيء راح يساعد بشكل كبير انك تستمتع في القصة وكل التفاصيل فيها، بالاضافة للاوهام اللي موجودة في المراحل كلها بالعربي. وبما ان قصة ديث لوب تعتمد بشكل كبير على الكتابات والقراءة، فالعربي راح يساعد بشكل جميل في القصة. بالنسبة للجيم بلاي أو طريقة اللعب، مبدئيا لما تشوف اللعبة عبارة عن منظور أول وشوتر، وأكيد بتقول شيء مكرر وشفناه من قبل، أو غالبا بتقول أن اللعبة تشبه ديس أونرد اللي هي أساسا من نفس المطورين. لكن للأمانة ديث لوب مختلفة وبشكل كبير، وتقريبا اقدر اقول اني ما لعبت لعبه بنفس فكرتها. اللعبه تقدم ستايل روج لايك اللي شرحته في السابق، اللي لما انت تقدم وتموت راح ترجع من البدايه وتحاول انك تعيد الكره وتسوي نفس الاشياء لكن بطريقه افضل. لكن قبل لا تخافون من كلمه روج لايك، لازم تفهمون ان اللعبه شوي مختلفه وسهله جدا جدا من ناحيه الجيم بلاي. لكن قبل ما اقول لكم الفكره اللي بخليها في قسم خاص، خلوني اشرح لكم الجيم بلاي الاساسي. اللعبه تصويب باستخدام الاسلحه منوعه تاخذهم من الاعداء او الزعماء او تلقاهم في المراحل. تشكيله الاسلحه في اللعبه حلوه، ولكن بنفس الوقت مكررة. بس في شيء يساعد عليها انه ممكن تركب بيركس او خلونا نقول مميزات على الاسلحة وتخليه يختلف تماما عن السلاح المشابه له. كل سلاح تركب عليه بعض التطويرات اللي تخليه اسرع في التصويب، تصويب دقيق، ريلود سريع، مخزن اكبر،
أكبر وسرعة طلقات وغيره من الميزات. طبعا الشخصية عندك يدين، ممكن تشيل سلاح أو سلاحين أو حتى أداة أو حتى تستخدم قنابل وأشياء ثانية، أجهزة تهكير وغيره. لكن شيء مهم ثاني هو القدرات الخاصة. نعم اللعبة فيها قدرات خاصة جدا جميلة وأيضا تطورهم، عندك الداش، التليبورت، الاختفاء. أيضا واحدة من القدرات الخاصة عجبتني بشكل مو طبيعي لأن ما جربتها في لعبة من قبل وفكرتها مجنونة، وهي عبارة عن أنك تربط الأعداء روحهم في بعض أو عقلهم وبعدين تقتل واحد والباقي كلهم يموتون بنفس الفكرة. تقدر تربط 3-4 مع بعض، 2 من مسافة بعيدة، ولما تربطهم تذبح واحد راح يموت الثاني تلقائيا نفس ما مات اللي بين يدك. وبشكل عام اللعبة تقدر تدخل بهجوم وأكشن وتقتل بشكل سريع ومجنون، أو أنك تأخذها تخفي وستيلث وتقضي على كل اللي في المرحلة بدون ما حد يحس. Look at those fucking nerds. Running around pretending to be monsters and wizards. I'm gonna drink with one. طيب نرجع الحين لموضوع الفكرة، وهي أهم جزئية في اللعبة اللي ممكن تحدد شرائك للعبة أو لا، لأنك لازم تفهم فكرتها وبشرح لكم. مثل ما ذكرت أن ديثلوب قريبة على ستايل الروغ لايك، وهي مسيرة تقدم إذا أخفقت راح ترجع من الأول، لكن ديثلوب قدموها بطريقة مختلفة والمفروض أنها تكون سهلة. مثل ما ذكرت أن عندك 8 زعماء أو شخصيات أو أهداف تقتلهم، وكل واحد منهم يطلع في وقت معين في مرحلة معينة، ولازم تقتل 8 قبل ما يلف عليك يوم كامل في اللعبة. مع التقدم راح تكتشف أشياء تخليك تقضي على 8 أعداء في يوم واحد في اللعبة، مثلا تجمع 2 مع بعض أو غيره من الأسرار اللي راح تكتشفها. فالأهم أنك تخلص على 8 قبل ما يعيد عليك اليوم علشان ما تعيد التجربة. طبعا كل شخصية مقسمة في اليوم في مراحل، والمراحل هذه تقريبا كل واحدة تجيها 4 مرات بطقس مختلف، وكل واحد منهم يظهر في وقت معين، مثلا الصباح أو الظهر أو الغروب أو المساء. فباختصار أنك لازم تنجز المهمة في ديثلوب قبل ما يعيد عليك اليوم. بالنسبة لموضوع أنك لما تموت في اللعبة مو من أول موت خلاص ترجع من البداية، الحلو فيه انه مسهلين لك فكرتها في المراحل. راح يكون عندك تموت مرتين في كل مرحله، يعني عندك روحين، ولما تروح لمرحله ثانيه راح ترجع لك هذه الارواح، فتقريبا ان عندك مرتين تموت في كل مرحله. بالاضافه ان الاعداء اصلا سهلين وحتى الزعماء. شيء ثاني لازم تعرفونه، لما تموت في اللعبه راح ترجع لكن تفقد اسلحتك او قدراتك اللي جمعتها، لكن الشيء اللي ساعد في اللعبه انه في عندك نقاط معينه تستخدمها لحفظ الاسلحه، حتى لو تموت الشخصيه راح ترجع مع اسلحتك وقدراتك حتى لو من بدايه اللعبه. وبعدين يصير عندك لا مبالاة، تقدر تموت وتموت لين تكتشف الأسرار وعندك أسلحتك. ممكن البعض منكم يعتقد أن اللعبة بس تقتل الزعماء وتنهيها، هذا الشيء اللي أنا فكرت فيه ووقعت في خطأ أني بس أحاول أقتلهم، وكنت أنجح في قتلهم حتى السلف وما حد يدري عني. لكن بعدين اكتشفت أن اللعبة فيها شيء ثاني، وهو جمع المعلومات والدلائل. فانت بدورك راح تكون كانك محقق وتربط الاحداث في بعض لما تشوف الدلائل، واللعبه عموما راح توجهك عندك لون برتقالي يعني مهمه رئيسيه، واللون الابيض المهمه الجانبيه. جدير بالذكر ان اللعبه فيها مشكله ممكن يقع فيها الكثيرين، وهي البروجريشن او التقدم. ممكن توقف معاك اللعبه وتحتار شنو تسوي، وهذا الشيء صار فيني شخصيا، لولا يسعد لي مساك ساعدني وقدرت اتقدم فيها. اتمنى اكون لهذه اللحظه شرحت لكم الفكره وفهمتوها، لكن اذا تبون شرح بعدين انزل لكم مقطع ثاني. فهنت بسيط اقول لكم ان لازم تقرون جيدا في اللعبه، كل شيء تشوفونه اقروه علشان تفهمون، والحمد لله ان اللعبه باللغه العربيه فراح اصلا تستمتع في القراءه. جانب ثاني حبيت اتكلم فيه من الاشياء اللي لاحظتها في اللعبه هو الذكاء الاصطناعي في الاعداء. مو بس ذكاء اصطناعي اصلا يعطيك متعه، احيانا يكون غبي للامانه، لكن اكثر الوقت ممتاز لدرجه ان اي عدو ممكن يقضي عليك. لما يكشفك عدو راح يطلب المساعده ويختبئ ويستخدم اسلحته او قدراته، مثلا الشخصيات الرئيسيه. والتجربه بشكل عام سواء للاعداء او حتى الزعماء ممتازه وتشجعك على اعادتها وما عندك مشكله. شيء ثاني عجبني في موضوع القتال، اثناء مسيرتك في المراحل راح تدخل عليك تسوي لك اختراق شخصيه البنت جوليانا، وهي مهمتها فقط انها تقتل كولت، بالاضافه انها تحاول تخرب عليه. بالعاده هي تكون اذكى واسرع من الاعداء العاديين، بالاضافه انها صعبه وتستخدم بعض القدرات الخاصه، لكن اغلب الوقت بتشوفها سهله وتقدر تقضي عليها إلا إذا كانت عبارة عن لاعب أونلاين. وهذه النقطة اللي كنت بذكرها لكم بخصوص الأونلاين، أن مثلا لو حبيت تلعب اللعبة أونلاين ما عندك إلا مود واحد، اللي هو تختار شخصية جوليانا وتدخل على الناس اللي هم أساسا بشخصية كولت ويحاولون يقتلون أو يخططون أو يكتشفون، فتقدر أنك تقتلهم في لعبتهم في طور القصة. ففكرة الأونلاين في اللعبة مثلا تكون بشخصية كولت وعادي تلعب لحالك، فجأة تدخل عليك جوليانا من لاعب أونلاين ويقاتلك، راح تكون أصعب مثل ما ذكرت من الذكاء الاصطناعي. أو بنفس الوقت أنت حبيت تكون جوليانا تختار المود الخاص فيها وتدخل على كولت اللي هو يلعبون فيه الناس في قصصهم. فهذه بس جزئية الأونلاين في اللعبة.
بالنسبة للجرافيكس والرسومات، باختصار الارت ستايل للعبة مشابه لديس اونرد لكن بتفاصيل جدا عالية على البلاي ستيشن 5 او حتى على البي سي. الغريب في اللعبة ان لما تشوف العروض والتريلرز على اليوتيوب ما تتشجع وتحس ان جرافيكسها مو قوي، لكن لما تلعبها بنفسك وتشوفها بالشاشة بتشوف التفاصيل الرهيبة مثل ما ذكرت على المنصتين اللي جربتها على الجهازين. جرافيكس اللعبة حلو وشارب وفي اماكن اصلا كأنها واقعية، وعندك انماط للصورة اذا تبيها سريعة 60 اطار موجود، اذا تبي دقة عالية باطارات اقل ايضا موجود، وعندك تقنية تتبع الأشعة. لكن شخصيا أقول لكم نمط الأداء هو الأفضل لأن اللعبة ممتعة أكثر في 60 إطار. المهم اللعبة ما هي مقياس رسومي لأنها أكثر شيء فيها مهم هو الجيم بلاي. بالنسبة للمميزات باللعبة بشكل سريع، أول شيء عجبني هي الفكرة العامة والتصميم الذكي للفكرة، جايبين لك شيء جديد ودعموها بأشياء حلوة إن فيها لوب يخليك تستمر، والأشياء والحوارات اللي فيها وأيضا اللغة العربية، هذه الأشياء تخليك تستمتع مهما كررت المحاولة. ثاني ميزة، اللعبة طبقت مميزات البلاي ستيشن في الدول سنس بشكل ممتاز. أولا حركة الخطوات، الأسلحة، القدرات، الأصوات تطلع من الكنترولر نفسها، فمجرد تواجدها على البلاي ستيشن 5 في الدول سنس عطاك مزايا جميلة جدا تستمتع في التحكم. ثالث ميزة في اللعبة هي التعريب بشكل عام، متعوب عليه من ناحية كل شيء معرب فيها، بالإضافة أن استخدموه بدقة حلوة وإفكتات أو الخطوط المستخدمة بأنواعها كلها بتعريب حلو. رابع شيء ساعد على المتعة في القتال في اللعبة هو الذكاء الاصطناعي، تصميمه والتعاون بين الأعداء والأشياء اللي تصير ما بينهم راح يعطيك تحدي مثل ما ذكرت، أن كل مرة تعيد تستمتع أكثر وأكثر. وحتى لما تلفل في اللعبة وتصير ماستر عندك كل الأسلحة والقدرات، لا تزال تستمتع في الذكاء الاصطناعي والقتال مع الأعداء. أما بالنسبة للعيوب، أول شيء أن اللعبة تعتمد بشكل كبير على الأدلة والقراءة لمعرفة تحركات الزعماء وخططك في اللعبة وشلون تمشي وتقضي عليهم، بمعنى أنه ممكن تواجه صعوبة في موضوع الدلائل وتوقف عليك اللعبة مثل ما ذكرت، بعض الأحيان تلف مرحلة كاملة عشان تجيب دليل معين، ولا ننسى أن هي لوب ممكن تموت وتعيد المرحلة، فأيضا بتحس في موضوع التكرار. بالنسبة لثاني عيب اللعبة، صحيح أن فيها حرية لكن في النهاية راح تقيدك على مسار معين غصب عليك، أنت اللي راح تمشي على دلائل معينة، فحسيت أن ما تقدر تخلص اللعبة بتفكير من عندك أو في إبداع من عندك، لازم تخلصها على خطة معينة تم وضعها في اللعبة، لكن تروح تلقط الدلائل علشان تفهم هذا الخط. بالنسبة لثالث عيب، مثل ما ذكرت اللعبة عربية واضحة لكن للأسف القوائم معقدة بشكل كبير، أصلا أخذت لي ساعات علشان أستوعب القوائم لأن فيها أشياء كثيرة وتتحرك وأحيانا راح تتعقد فيها، فموضوع بس تحريكك في القوائم ممكن يشوشك بعض الأحيان، بالإضافة المربع المؤشر المزعج لما تحاول تحركه، فموضوع القوائم ممكن يكون أفضل من هذا الوضع. بالنسبة لآخر عيب في اللعبة، ما عجبني موضوع تصميم الأعداء، تحس انهم مصبوغين بشكل عشوائي كل مرة تشوفهم، كأنه مثل ما تقولون مكسلين ومطلعين لك فكرة علشان يطلعون الأعداء بهذا الشكل. أيضا الأعداء في كل المراحل بشكل واحد لكن بألوان مختلفة، بالإضافة لموضوع الأنيميشن في حركة الفينش فيها تعاسة شوي، تمنيت تكون أفضل، فيها جلتشات اللعبة لكن قليلة جدا. بالنسبة للخلاصة، لعبة ديثلوب فيها متعة كبيرة والفكرة طبقوها بشكل ممتاز وتخليك تتحمس وتكمل فيها وبتميز، وكأنه ما في لعبة تشبهها. واللي عجبني انها مو بس قتال وروغلايك وهذه الامور، ايضا اللعبة تعطيك دور المحقق وانك تروح تتعمق في موضوع الادلة وتكتشف الاسرار، بالاضافة لموضوع الالغاز، هذا غير الحوارات الممتازة اللي دائما تخليك مستمتع طوال اللعبة. لكن بنفس الوقت اقدر اقول ان فكرتها فيها تحدي، والتصميم العام ممكن يكون مزعج وتعيس للكثير من اللاعبين، حتى الفكرة ممكن كثير من الناس ينصدمون منها ويعتبرونها سيئة، ممكن تاخذ وقت كبير منهم للاستيعاب او حتى الصعوبة. فمثل ما ذكرت في بداية المراجعة ان احترت فيها، ممكن اقول لكم اني انصح في اللعبة بشكل كبير وابيكم فعلا تعيشون التجربة اللي جربتها بنفسي، لكن بنفس الوقت ودي ما انصحكم لانها عارف ما تناسب الكل. لذلك اذا انت فهمت المراجعة بالكامل وعجبتك فكرة اللعبة، اقدر اقول لك انطلق وخذها وما عندك مشكلة. اما اذا حسيت انك متردد وشوي ضايع او ما استوعبت الموضوع، انصحك تشوف جيم بلايز اكثر للعبة، تشوف مراجعات اكثر قبل ما تشتريها لانها شوي مختلفة عن باقي الالعاب. كان هذا كل اللي عندي بخصوص لعبة ديثلوب، ممكن تكون مراجعة طويلة لكن متأكد انها بتفيدكم بشكل كبير، والاهم اني اتمنى انكم استمتعتوا في المقطع واستفدتوا منه. كل اللي ابي منكم الدعم باللايك والنشر، خاصة ان هاللعبة يمكن ما تشوفوا لها مراجعات كثيرة، ابيكم تساعدون الناس يشوفونها قبل ما يشترونها على انها بس حصرية بلاي ستيشن 5 ياخذونها هم مو فاهمين شيء، فابيكم تساعدون الناس وتساعدوني وتنشرون المقطع لاصدقاء، ويعطيكم الف عافية.